دار شبابه قدمه للبلد. ولو زي ما بقول لك ده عادي جدا، انا لا افاخر بيه ولا اراهن بيه، ولكن هو خطوه نحو الحب للبلد. يمكن الجينات الخاصه استاذ علي للمبدعين المعتقلين غير الجينات المبدعين اللي هم خارج العالم، بيبقى عندهم امل ورساخه كده واعتقاد بان الغد اجمل من اليوم. شكرا لليل بيش الحقيقه، وبستدعي او بضبط واحضار على طول الشاعر الحبيب محمد الامين. ايه الجمال ده؟ عايز اقف صوره مع الشيخ حبيب الامين بقى، عايزه كلوز بقى يعني. بص يعني ادخل براحتك. ايه هو شكله جميل ولا في حاجه اسمها ايه؟ استاذ طلع مهران علمني دي، استاذي اول ما اكتشفني سنه 76 واعطاني فرصه، والنهارده وكيل وزاره الطلائع وفي وزاره الشباب والرياضه، وبيحضر اللقاء عن حب وولاده حواليه، واحنا كلنا سعداء بهذا الحضور الجميل. استاذ الحبيب محمد الامين، الاسم منين؟ استنى بقى. الاسم ده اللي ورثني في الحب. اسمه عطاء. الله 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 عليه الصلاه والسلام. مع اسم والدي خد المبروكه دي في ايدي. فتكون لدينا هذه الجماعية ورطتني في الحب، في حب الناس جميعا، فأطلقت علي الحب فأصبحت حبيبي. الله اسمحوا لي بقى يعني وعلى فكرة الحوار خلاق، والحوار قد يحمل ما لم يحمله النص المبدع. فعلا وأنا أنا أدين الإذاعات المصرية وغير المصرية بحوارات بناءة استطاعت أن تبني في داخلنا صروح من الشموخ والاهتزاز والتجارب والخبرات عبر الاستماع إلى أصحابها من الإذاعات المختلفة، وخاصة شارع العصر ومن مكتبتي مكتبة فلان، أشياء كثيرة جدا جدا. أستاذ حبيب، أنت اتنقلت من مصراتة في مصراتة واعتقلوك في الثورة، وإيه اللي حصل بالظبط؟ أنا كنت عاجيلك. قول لي بقى ايه اللي حصل؟ طبعا انا شغال، انا لم انشر اي شيء في صحافه القذافي، وليس لي اي ديوان، هذه اولا، ولكنني كنت حاضرا في المشهد الشعري الليبي والعربي عبر مكنه الانترنت، وانا لست داعية خلود، ولم اسعى ان اكون فرعون في الادب، ولست معنيا بتحديد نصوصي. انا انظر الادب كممارسه يوميه، انا انظر الشعر كحاله يوميه، انا انظر لهذا الكون جميعا، لانني كما قال جوركي ولدت لاحتفل، ولدت لعلق على هامش الحياه وان اصنع فيها. انا لم اهتم كثيرا بالنشر، وعموما حتى لو قدمت ما اكتبه شعرا ومقاله بالسلطه الموجوده كانت لن تنشره ولن تعطيني تلك الفرصه، وكنت مسبقا لن اتشرف بوضع حرفي في قراطيسها الرته المدجنه وتحت طائله شعراء من المزاحين والقوالين، وتحت كتاب اعتمدوا العلاقه الخسيئه مع سلطه الفاسده الكريمه. وبالتالي كنت مثل جيلي ومثل اخوتي أسعى إلى براحات أفضل وإلى منعزلات أجمل، ولست معنيا كثيرا، وحتى بعضهم كان من أصدقائي في مجلس الثقافة العام يقولون لي ماذا لم تحضر نصوصا لننشر، وأنا أعرف أن 500 دينار كافية لأنشر ديوان في ليبيا، وربما ب 250 ينشره بطباعة صينية ليست فاخرة، فليست مشكلة لدي ألا أصل الناس، ولكنني كنت أصلهم وكنت أصل السلطة وأدق فيها مساميري حتى دققنا فيها مسمارنا الأخير وارتحلت في تابوت إلى غير رجعة. وكنت أعتقد كما أعتقد الآخرين الكتاب والنشطاء الذين كانوا يكتبون على الإنترنت وفي الفيسبوك، أزعم أنني كنت من أولئك الذين كان يتغصدهم النظام وكان يطاولهم الرقابة حتى وقعوا على نصوصنا وعلى اتصالاتنا وتابعوا حتى حركاتي. وانا لدي اخي كان معارضا في الخارج، ولدي اخ اخر، وحرمت كنت اعد لي الدكتوراه في ايطاليا
هذه واحدة من جرائم القتلات الشخصية هي اللي حرمني قبل شهر من المناقشة من أن أناقشها لاعتبارها سياسي. عموما أنا ارتحلت قبل 14 فبراير بأيام تمنع الاتصالات مع شبان الإنترنت وأعضاء آخرين عبر ليبيا وخارجها للتحضير لثورة 17 فبراير، ونشرت مقالا يوم 12 فبراير. يعني كنت أنشر فيما سبق مقالات مباشرة بأسماء مستعارة، كان لي اسم معروف ولكنني قبيل الثورة نشرت باسمي كاملا ودعوت فيها الشعب الليبي العظيم للخروج على هذا الفرعون واجتثاثه من أرض ليبيا الطاهرة. وبعد أيام تم القبض علي في المصرفة عندما كنت أتكلم مع الجزيرة أونلاين، وتم القبض علي بجلال أخي محمد الأمين وفنان تشكيلي ليبي معروف. وتم السجن بنا في سجن بوستيم على الفكرة، وبوستيم وأبو زعبل وأبو غريب كلها تبدأ بأبو أبو أبو مش عارف من الحكاية. وبقيت فيه من 12/2 إلى يوم 24/8 حيث تم إطلاقي عندما دخل الشعب الليبي العظيم إلى هذا الباستيل ودكه وأخرج سجناء سياسيين مثل آخرين. الآن أنا أشعر المدير لوزارة الثقافة وزارة الثقافة ليبيا، وهذا ليس منا وليس منصب أحتفي به كثيرا ولا أريد أن أبقى فيه، لأنني أنا أؤمن بأن المثقف ينبغي أن يتواصل مع السلطة لتخاف منها معها وألا ينحاز إليها كثيرا، ولا أؤمن بالثقافة المنصب، ولكنني ألتفت عليه من أصدقاء لأن أنا بدي هذه المرحلة لأن أخدم بلدي في هذه المرحلة التأسيسية فقط، ولكن هناك آخرين ربما جادين. انا حابب الحوار مع النخبة الجليلة من هؤلاء الفنانين والشعراء والأدباء. لك انا مش جديد في المكان ده اولى بيه حد تاني، وانا نخدم يعني جميل جدا الروح والايثار الغير على النفس، روح فياضة، روح ثورة فعلا. اسمح لي ان انا نستمتع بقصيدة من قصائدنا. لا استمتع بس ما تسعينش دواري. لا سيد محمد الأمين تحب تقول الشعر جالسا أم واقفا؟ يا ليه تفضل. من أصل هو الواقف بياخد صواب واحد، الواقف بياخد صوابين، القاعد بياخد صواب واحد. أذكر أنني كتبت يعني أشعر مصر مصر بعنوان جد لوجيا، وتعرف أن أنا محموم بالآلة اللوجيا في أرض المدينة، وحاولت دائما أن أستلطف الشعر بعض الأصالية وبعض الأشياء التي طبعا هذا النص أسقطه على الحالة المصرية في دولة مصر، ولكنني أيضا كنت أخاطب وأزاعل وأستحث في دين وطني رئيس الخروج. في نص آخر استخدمت ابن خلدون وابن غلبون، ابن خلدون لثورة تونس وابن غلبون صاحب المنهج العدل لدينا كان يتحرك الشعب الليبي للثورة في هيك. فأنا كنت سعيدا باتصال ثورة مصر، فكنت خاطب الشباب في مصر والليبيين حتى يقرأوا، فقلت تعلق أيها الجميل ولا تخلع عقلك على الوجه الإطاري، أحبك أن تحتكر نسيم الشوارع وتزفر من صدرك سعلة القهر المسال، أحبك ذكيا متأبيا عن ملهات الحاوي وغدغدغة أهداب العيون عن هدايا عمياء وحلوى من خبش أصيل، أحبك أن تنعم بوقتك ومقتك تحت شمس النهار، أحبك أن تركل خيوط الظلال، أن تلعب على الأرصفة بالدمى الكبيرة وتسخر من طائرات تفر يوم خرج الطائرات في زمن بدء التحرير، أحبك أن تضحك عند دمن مع عابدهم من صلاة الانهيار وهشاشة صنم، أحبك أن تمرح حرا كباقي الشعوب بين القرون تضد حضارة رشيق هذبت الحرية وعنفوانه، أحبك منادة يافعة بميدان الحياة صداك مصر ورجع مصير، أحبك كما أحبتك الحكمة القديمة وأطلقت على شعرك غار العلوم ملايين تجوب بحرقي تطلق طالب بإطلاق فوضى الآهات لإسقاط نظام اللغة وسلطان النحات، تفتش عن ميدان اللسان عن نوافير الهمس المفحوح وإعلان الكلام بأذن شجرة، وميدان الشجرة في ليبيا هو الذي يشهد الآن،
يراك يوازي وتشابه ما يأتي في ميدان التحرير. هناك من فترة أخرى تسمح من الجيزة في ثلاثة أهرام، ثلاثة أحجار، سحرة الغازي والهول المسال بعين شمس يبرق نجم في هلال، هرم رابع للشعب وصداع في رأسي تمثال. تمنيت القذافي وسقط المثال.